ودعت الساحة الفنية العالمية والسودانية الموسيقار الكبير حافظ عبد الرحمن مختار بعد معاناة طويلة مع المرض. مين منا ما سمع مقطوعاته الموسيقية؟ بالنسبة لي معزوفاته كانت أجمل ما يمثل الموسيقى السودانية. نشأت شخصية حافظ عبد الرحمن الذي نهل في طفولته من حديث الوديان والجبال والأشجار والإيقاعات والدواب وحياة الناس اليومية التي تأثرنا بها في صميم يعني وجودها الأصلي أو العميق، وطفنا هنا وهناك نتبين أنواع هذا الجمال. حافظ عبد الرحمن كان أحد رموز الفن السوداني، حيث نشر الموسيقى السودانية عالمياً وجعلها ملهمة للكثيرين رغم اختلاف ثقافاتهم، وهو صاحب أول ألبوم سوداني بموسيقى سودانية أصيلة على موقع أمازون باسم الأيام الخالدة. ألف حافظ أكثر من 80 مقطوعة موسيقية على آلة الفلوت، ومنها مقطوعة بين الذكرى والشجن وحتى نلتقي وهمس الأنامل. بدأت مسيرته في مدينة نيالا في جنوب دارفور، ومنها انطلق إلى جميع أنحاء العالم ليعزف آلة الفلوت، من طوكيو إلى العواصم الأوروبية وحتى واشنطن في أمريكا. على امتداد يعني جهودنا هنا وهناك أدركنا أن الموسيقى السودانية ليس لا تشوبها شائبة، بل هي تحتاج إلى المسارح المضيئة، وهي الخطوة التالية لنا بإذن الله تعالى أن نسهل إلى حيث توجد تلك المسارح المضيئة ونقدمها كما فعل أو كما يفعل الموسيقيين الكبار. كثير من الإذاعات حول العالم استخدمت موسيقى زي راديو بي بي سي ومونتي كارلو، وقدم فواصل موسيقية على مسارح عالمية حول العالم. كانت آلة الفلوت هي سر إبداع حافظ عبد الرحمن، حتى وصفها بأنها الإصبع السابع، واستخدمها لتأليف ألحان بتأثر القلوب. رحل حافظ عبد الرحمن الله يرحمه عن الدنيا، ولكن موسيقاه سوف تبقى خالدة في قلوبنا وقلوب كل عاشقي الفن السوداني. وفي النهاية لابد من شكر المشاهد عامة الذي احتملني كل هذه الدقائق، وسعدت يعني حين استدعيته لهذا الأمر، وآمل بالفعل أن أكون قد قدمت شيئا يماشي كل هذا الجمال الذي تمتلئ به نفوسكم، والذي يشكل هذه الشخصيات الرائعة في دواخلكم. شكرا جزيلا.